بيحب الأدوار. حارت أشرف جه زيت يلا نروح لها، يلا يا جماعة شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة. حارت أشرف جه زيت يلا نروح لها، شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة. يوم جديد وحلقة جديدة، وقبل السحور مباشرة بنسلف فطارنا، مش كده ولا ما ينفعش نسلف الصيام يعني احنا بعد الفطار يعني. خالد ازاي؟ الحمد لله كله منور، عامل حاجات جميلة بجد يعني كلنا مبسوطين بيها، عامل اغاني وعامل كليبات الحمد لله. انت الحكاية دي حبيبها من زمان يا خالد؟ من ايام كنت بعمل كوميكس اصلا على السوشيال ميديا، وبعد كده اشتغلت في قبل فاهيتا، فابتديت طلعت في حتة تانية شوية، بعد كده ابتديت اعمل انا بقى حاجاتي لنفسي. جربت اعمل اخراج لنفسي، بعد كده جربت اعمل اخراج مطرب راب اسمه ويجز. طبعا بيننا اصحاب يعني، فكان واثق فيا ان انا ممكن اعمل حاجه مختلفه. دخلت الاخراج كيف كده، عارفاها دي؟ كيف كده كيف كده ولا اقوله همشي. طب عليك يا بقى، دي مريم وده احمد اشرف وده علي، انا مش عارف هما معانا ليه بس يعني منورين. احنا طبعا كنا في رمضان دايما بندور على حاجه تسلينا قبل ما بيبقى فيه حاجات ناس عاملاها احنا بنتفرج عليها، لكن احنا نفسنا اللي كنا بنعمل العابنا، احنا نفسنا لما نتجمع نفكر في لعبنا، يا اما نصنعها بايدينا لا اما نلعبها مع بعض. من اشهر الالعاب اللي هي اوتوبيس كومبلي. ايوه اوتوبيس كومبلي. اوتوبيس كومبلي تعرفها طبعا؟ تعرف دي اتنين تلاتة اساسا اسمها ايه؟ ايه يعني حد عارف كومبليت ولا ايه؟ لا لا طب ما اعرفش، انا من زمان اوتوبيس كومبليت. اوتوبيس كومبليت تمام. اسمها ايه بقى؟ تمام وما اعرفش. يعني انا فاكر ان اسمها اتحور يعني زي ايه، بولاء الدكرور بالظبط. هي كانت حاجه بالانجلش بقى كده حولوها، كانت فرنساوي. دي معلومات عامه مهمه جدا ولا مهمه ولا حاجه؟ عايزين نلعب. بنخطط الاول كده، اول حاجه حرف. فاكرها انت دي يا خالد؟ فاكرها. نقسمها وبعدين ولد بنت جماد حيوان مشهور. عارفة ايه كمان؟ اكل. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انت عاملها ازاي؟ اطلع بره. اخر اغنية يا خالد انت عملتها؟ كانت كادو مين. كنت عامل اغنية اللي بعمل اعلان لعصير القصب عشان ما حدش بيعمل له اعلان، فقررت اعمل له اعلان. ده كان اول مرة اجرب ان انا اخرج حاجة يعني. انت بتخرجها وانت اللي بتغنيها؟ انا اللي كنت بغنيها وانا اللي طلعت فيها. بيقول اكادو مين فرط الجمالي ازوبه، وهي معروفة اللي هي بتاعت ياسين التهامي، بس هي يعني معلومة غلط. هو بتاعت علي وسابت منشي الديني، اصريت احطها في الاغنية بتاعتي اللي هي كانت اغنية راب عادية، بس حطيت فيها الحتة بتاعت علي وسابت اكادو مين. اكادو مين فرط الجمالي ازوبه. تيجي ناخد الحاجات بتاعتنا دي ونروح نقعد مع اصحابنا نلعب معاهم اوتوبيس كومبلي. اوتوبيس كومبلي كومبلي كومبلي. اتفضل يا خالد منورنا. نبتدي بقى نلعب احنا اوتوبيس كومبلي، وشرحنا لهم ورسموا كل تمام ولا ايه؟ يلا. مرتبك ولا ايه؟ صعب. تحب مثلا نستعين بقوة خارجية ولا ايه؟ يعني هتقولنا اي حد. ممكن اجيب حد صاحبك معانا هنا. مين؟ حد صاحبك جامد جدا في اللعبة دي، غير انه جامد جدا في كل المزيكا وكل الحاجات. انا متفاجئ. يا ترى مين؟ يا ترى مين؟ لا عارف يا المفاجأة ايه؟ ما حدش يخش. بسيوني. ازيك يا بسيوني؟ استاذ اشرف ازيك؟ عامل ايه؟ ايه ده؟ ايه المفاجأة؟ انتوا مين؟ مفاجأة جامدة. ايه ده؟ انا لقيتك معدي من الحارة كده. انا عديت لقيت قوة بتقولي تعالى. ايوه. حطيت نفسي كده ماشي كده. قوة خفية. رحت جاي. اه. بسيوني بجد انا مبسوط جدا ان انت معانا النهاردة، عامل حاجات لذيذة جدا وجميلة، ويمكن اخر حاجة كلمة مسخرة ما بتتقالش على الكلام التقيل بقى. ايوه. لا لا والله الاغنيه اللي هي بتاعت الهوا دي الطعمه دي. ايوه بس انا عادي. ايوه يا عم عادي. انا راجل بس. ايوه. بس كنت عامل ايه اللي هو بينك وبتاع اكل عيش؟ ما مش مجول انا. حتى ما بتبقى انا جاهز. طبعا الحلاوه دي. احنا هنبدا اول حاجه، يلا تحبي نختار حرف ايه؟ حرف الالف. يلا 1 2 3. انا كنت بفكر اكتب ايه في حرف هو الالف. في ايه؟ اتوبيس كومبلي. في ايه يا ابني؟ ايه كله يسيب. قول بقى يا سيد. اميره. اميره. انا عامله اميره. 55. علي ايه؟ انا كاتب اشرف. خد عشر.
ادهم الاء اربا اسود. اربا بس عايز ابشرك بخير يعني هي قاف. قربة. هنا سوف اسكت قليلا. يبقى صفر. جماد ايه؟ ما عنديش. ما عنديش. انا وليد وولاء. وليد وولاء؟ حرف الالف. ده اسهل حرف. علي. صفر. وانا ارض 10. امريكا. 5 5. انت لسه في الواو. المشهور انا عارف ان كله هيكتب اشرف عبد الباقي. انا كتبت احمد عز. حلو يا سيدي حلو والله. كله هيروح على حضرتك ويكتب اسمه. خد 5. ما حدش كاتب معايا احمد عز. معلش. اشرف عبد الباقي 20. 20. اكله. أرز. يبقى في الحالة دي منصور فاز بكام؟ 45. وأنا 30. وأنا 30. 25. وأنا 30. 15. حلوي. طب يلا يا حاج أحمد اختار لنا حرف وافتكره. ب. ده احنا ألف ب. ماشي يلا بسرعة. أتوبيس كومباني. مريم الولد. بوليس. 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 أيوه هو بالب. بولين. بولين. بيطلع بره الصندوق. وانت كتبت حد ما شاء الله. جماد. باربي. يا سلام. الحلاوه دي. انا راجل. بلد. بوركينا فاس. عادي يا ماما يعني احنا هنعترض. بوركينا. بوركينا. بولينيا. دي ليها علاقه ب بولين. بولين. بكوس. طبعا بتحس ان صعب. 20. انت حاجة ما انا ملحقتش. ماشي يا سيدي انا ملحقتش اجي اساسا كده. 35 55 70. اختار لنا حرف بقى بسرعه. حرف الزين اللي هو بعد الزين. تيت تيت. اتوبيس كومبليت. ولد. زين. هو نفس الحرف. ايه بقى اسمه؟ زين. زملوت. 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 اسم كرتوني. اسم عائله فعلا. زملوت. عائله الزملوت مش الزلوت. زملوت. حيوان. زرافه. الله الله. بالظبط. زرافه بالذات. زرافه. لا زرافه. زرافه بس بتتنطق بالذال ظا. زبرا. كل واحد وثقافته يا جماعه. يبقى صفر. سكينوا. I'm from Zambia. زامبيا. زنجبار. زنجبار. أنا زنجبار. افتكرت كل ده ما لحقتش وجاي تلحق. سماها زنجبار. زنجبار؟ لا اللي هي. طب قولها قولها. اسمها إيه؟ إيه؟ الدور عليا أنا؟ سين. أتوبيس كومبليت. سرير أو سلم عشان أجيب العشرة. عشان تجيب العشرة. ما لحقتش. استاذ ما لحقتش حمدي. هتكسب في حرف الميم. هجيبهم كلهم. الاكله. سمك. انا جبت اكله ما حدش هيجيبها. ها مفيش. ها سبانخ. سيريس. سيريس وجعضيض. ده اكلات. جعضيض. جعضيض مع الجبنه القريش. ده مع الجبنه القريش مع العيش البتاق. ما جعتوش؟ جعنا. انا مولود جعان. بس اذا فلنتجه الى الاكل. نتجه. هيا بنا. بسيوني وخالد منورين بجد يا جماعه. طبعا السحور العادي اللي احنا طول الوقت بنتكلم عليه هو ايه؟ فول وطعميه وبتنجان. بس بقى النهارده عز المنوفي عامل شغل جامد جدا. سيد ومحمد ومحمود. انت قلت لي كمان على ذكرى جميله قوي من عند مسرح محمد نجم. في الاول خالص كنت انا وعلاء ولي الدين بنيجي ناخد من عندكم سندوتشات فظيعه. انا فاكر حضرتك وانا صغير. وانا كنت صغير. يعني كنت صغير. لا كنت اصغر من كده بكتير يعني. صراحه يعني ريحه الكبده وريحه السجق عامله تاثير قوي يعني. قبل السحور ايه؟ لا السحور حلو قوي. واحد سفرنسي يظبط الدنيا خالص. ما شاء الله انتوا عندكم اكتر من فرع دلوقتي. ان شاء الله. فرع. حوالي فوق ال 20 سنه كان المكان الصغير. بعد كده انتوا لما خدتوا المشروع بعد الوالد الله يرحمه كبرتوه. عملتوا فروع. يعني يمكن دي النقطه المهمه قوي. مشاريع بتبدا قويه بعد كده بتقل. لكن لما يبقى في مشروع بيكبر معناه ان الشباب عملوا مجهود جامد. انتوا ايه تاكلوا ايه؟ انا سؤال بس. ده قطع بطيخ ولا ايه؟ ده طماطم ومخلل يا معلم. انزل بالطماطم. سحور ونقابل بعض بكره بقى في الصيام ان شاء الله. صيام بكره ولا ايه؟ طبعا. لا لا صايم والله. مش عارف. مش مصدقك ليه. لا لا والله هنصلي. عارف تعرف واحد صايم ولا مش صايم ازاي؟ ازاي؟ ما انا مش عارف.
اللي هي دي اللي هي الحركه بس دي بس عند بسوني من هنا دي دوس عليها دي كده ايه ده ده انت صايم احنا هنسحر دلوقتي ايه بقى كبده وسجق شرقي وسجق مدخن ومعانا هنحل بقى بالسكالانس حلاوه على قشطه على عسل على مربى فراي على عسل على مربى فراي يا نهار ابيض طب ايه نساعد نعمل سندوتشات نعمل سندوتشات يلا بينا خليك تعال تعال معايا ايه ده ده ايه ده ده ده, ده سوسيس لا مقطوع لا سوسيس مقطوع كده ارفع من كده لا مدخن سامحيني يا شوشة نصايم سامحيني يا شوشة نصايم طب وانت هتقول لنا ايه على ما السجق يخلص الصلاة والسلام عليك يا من إذا مسى وإذا تبسم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا رسول الله أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان أقسمت بالفرقان وبسورة الإنسان العدل في الميزان العدل في الميزان سواء بأمر الله مدد 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 يا رسول الله ارحم محبينك عاشوا على دينك محلى سود عينك محلى سود عينك يا ابن عبد الله مدد 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 يا رسول الله مدد 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 يا رسول الله 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 فتح الشهية أشبعت انت جايب الصوت ده منين انت مين عشان تجيب الصوت ده والله ما شاء الله ومعانا عز المنوفي معانا سيد ومحمد ومحمود عاملين شغل جامد جدا يا جماعه لو في خاصيه عندكم في التلفزيون بيبقى في زرار احمر كده دوسوا عليه بيبين لكم الريحه بتاعه الاكل فده خاصيه مهمه جدا ريحه الاكل عايزين ناكل بقى عايزين ناكل يا سلام اضرب يا سيدي اضرب يا سيدي كبده يا سيدي يا جماعه مش عايزين ليه ايوه ليه مش جعانين يا نهار سجق لا بقى انا عايز اصلي الفجر بس يوني والله اتبسطنا جدا لوجودك معانا انت خالد ان شاء الله ربنا يقدرنا على الصيام بس اقول لك في زبادي جاي لا كده امين بس بشكركم جدا لوجودكم وبتقابل معاكم ان شاء الله وحلقه جديده بكره وحاره عشر ربي يحب الأبوار
حارة أشرف جهزت يلا نروح لها يلا جماعة شد الكوبسي وجري نلعب كهرباء طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة حارة أشرف جهزت يلا نروح لها شد الكوبسي وجري نلعب كهرباء طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة